السيدة الفاضلة السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، السيد المستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان، السيد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، السيدات والسادة الأفاضل من الوزراء والسفراء والحضور الكريم، بداية يسعدني أن أنقل لحضراتكم تحيات السيد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، والذي حالت ارتباطات سيادته عن الحضور اليوم للمشاركة في هذا الحدث الهام وهذا الحدث القيم وهذا الحدث الكبير. ثانيا، أتقدم بكل الشكر والتقدير للسيدة السفيرة ميرفت تلاوي على اهتمامها بموضوعات وقضايا المرأة وإطلاق هذه المبادرة القيمة والمحترمة والعظيمة، والتي كان لنا الشرف في المشاركة فيها من خلال اللجنتين، وهما اللجنة التيسيرية واللجنة التنفيذية. وهذه الاستراتيجية استغرقت وقتا كبيرا حتى تخرج بالقيمة والجودة المطلوبة لتحقيق أهدافها وتحقيق المستهدفات منها. هذه الاستراتيجية كانت تحت رعاية السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، حتى تلقى كل الدعم وحتى تلقى كل التأييد وحتى تلقى كل المساندة وتحقق الأهداف المرجوة منها. هذه المبادرة بذلت فيها كثيرا من الجهود، شارك فيها ممثلي العديد من الوزارات والهيئات التي لها اهتمام بموضوعات وقضايا المرأة، ومنها وزارة الداخلية. وهنا أود أن أشير إلى أن وزارة الداخلية تقدر وتحترم المرأة وتقدر حقوقها وتعمل على كفالة هذه الحقوق. هذا بالإضافة إلى أنها لتفعيل هذا الجانب، فقد أصدر السيد وزير الداخلية قرارا بإنشاء إدارة من مكونات قطاع حقوق الإنسان، وهي الإدارة المعنية بمكافحة ومتابعة العنف ضد المرأة. ولتفعيل هذا الدور أيضا وتعظيمه احتراما وتقديرا للمرأة وحماية لحقوقها والحفاظ عليها، فقد أصدر السيد وزير الداخلية قرارا آخر بإنشاء أقسام لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة على مستوى كافة مديريات الأمن. هذه الأقسام ملحق بها عناصر نسائية حتى تتمكن من أداء دورها والقيام بواجبها المنوط بها. وهذه الأقسام تقدم جهود كبيرة خاصة في المناسبات القومية وفي الاحتفالات وفي الأعياد. وكما أشارت السيدة الفاضلة السفيرة ميرفت تلاوي أنه خلال شم النسيم الماضي لم توجد حالات تحرش بالشكل الذي كنا نشاهده من قبل، وتراجعت هذه الجريمة نتيجة الجهود المكثفة من كافة الجهات المعنية بحماية المرأة وكفالة حقوقها. نتمنى أن تحقق الاستراتيجية الأهداف المرجوة منها. نحن اليوم نشهد هذا الحدث الكبير والعظيم الذي يحسب للمجلس القومي للمرأة. نتمنى التوفيق لوطننا، نتمنى حماية بلدنا، نتمنى كل الخير لمصر، نتمنى أن يجنبها الله شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعود الخير لوطننا وعلى بلدنا. وأشكر لحضرتكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.